مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعر. أهرب وخلفي النوايا والضباب، ويلها في أسرارها تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر. حبلواهيب اليابان والرياح تثير كثبان القهر، والعطش في داخلي مخلب ونار، انهش بروحي اصرخ وانا اصرخ يا مطر، وانا اصرخ يا مطر. فندفن تحت التراب، فز ينزف دم ويروي الشجر، فز ينزف دم ويروي الشجر.
يا قليل الاحترام. أرجوك طلع يا الندم الخاين. طلع يا أرجوك طلع الندم طلع أرجوك طلع أرجوك أرجوك يا طلع طلع أرجوك طلع فهد يا ولدي فهد 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 يا ولدي فهد 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 وش استوالك يا ولدي ها وش استوالك زلقت تحت على الأرض قوم يا ولدي قوم 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 فهد قوم فهد قوم يا ولدي انت لازم تروح المستشفى. لا ما في داعي يا ابوي، بس انا محتاج ارتاح شويه. بعدك قلت انك طحت، كل هالدم والضرب اللي في وجهك من طيحتك على الباب؟ خبرني انت ومن الضاربين؟ ابوي ارجوك ارجوك الحين محتاج ارتاح، بعدين بخبرك بكل شيء. على راحتك. أنا بروح المزرعة الحين وبرد بسرعة إن شاء الله. خير إن شاء الله يا أبوي.
يا ساكلمك، وينك من البارحة؟ شغلتني عليك، خبت لي يكون استوالك شيء. طلال وش فيك؟ رد علي. ما بصير مني لين ما اشوفش. والله ما يهمني، انت وعدتيني وخلفتي بوعدش. ما وعدتينا نتلاقى في المجمع؟ والله ما يهمني، انا ما بصير مني لين ما اشوفش. قلت لك ما اقدر، انت ما تفهم؟ بس توعدني انك بتروح على طول. بفتح الدريشه وبسكرها على طول لاني ما اريد حد يحس بشيء. الدريشة أبا ذاكر، يعني أموت من الحرب بس عشان تذاكري؟ المكيف اشتغل، أصلاً دريشة اللي تيب حرب. أنت ما بتسكتي؟ لا ما بسكت لأنه هذا مكان راحتي. ومن قال ليش لا ترتاحين؟ الدريشة والإزعاج اللي منها. تكينا من علة ويدنا علة ألعن منها، خلينا نطردها من هنا وتبقى الغرفة لنا أنا وإنتي وبس. خليكي منها وقولي لي إيش أسوي بهالمصيبة. ما إنتي صاحبة الأفكار، دوري لك على فكرة تطلعك منها. لا يا ولدي لا، ما يستوي تطيح كذي مني والدرب. هذا اللي فيك آثار ضرب ما آثار طيحة. قولي من هالرد اللي ضربك ها؟ وحويش لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا في الحقيقة أشكرك لأنك ما سمعت كلام طلال واتصلت بي. طلال جد متحمس، مشروع كثير جميل، بس زي ما بتعرفي في مشاريع بحاجة لرأس مال. صحيح. أنا أعرف وطلال بعد يعرف، وكان المفروض أن هذا المشروع يتنفذ عن طريق شركتي، بس طلال حب أنه يعتمد على نفسه. استاذ حضرتك خير العارفين انه هيك مشروع صعب تموله اي جهة ممولة من غير ما يكون هناك ضمانات. اظن ان اسمي ضمان كافي. عفوا استاذ ياب فهمتني غلط، مو قصد الكل بيشهد باسمك، بس بتظل المشكلة الرئيسية بتنفيذ المشروع هي الارض، وصعب نتحمل سعر الارض وتكلفة البناء. انا احترم رغبات طلال في الاعتماد على نفسه واحترم رغباته، واذا كان طلال ما يقدر يجيب الأرض فأنا مستعد
اني اتكفل بالموضوع بس على شرط. تفضل. ان طلال ما يعرف اني انا شريكك في الموضوع. اسمح لي اعرف ليش. مثل ما قلت لك، طلال حاب انه يعتمد على نفسه، ولو حس اني انا اللي ضعف الموضوع ممكن يحبط ويحس بالفشل. وانا موافق. باكر من الساعة 8 أباك تكون هنا إن شاء الله. تصبح على خير وانت من أهل. هذا وين طول اليوم ما بين؟ خلنا اتصل فيه مرة ثانية. نعم با، في المكتبة. لا كنت احاول اتصل بفهد، ما اعرف وش فيه، من الصبح ما بين. طلال؟ لا ما شفته. خير؟ زين انا الحين جاي. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين منى؟ ليش استاذة؟ انت ما عرفتي؟ منى خلاص رجعت لبيتهم، الكلية قالوا لها يا تدفعي يا تردي بيتكم. با، انا طلبت منك تبعدني عن اعمالك ومشاريعك. الموضوع ما له علاقة بمشاريعي وبأعمالي. الموضوع له علاقة بأخوك بطلال. حضرتك من رجعت من السفر وانت ما تعرف ويش اللي يصير في البيت. با، انت ما تعرف ويش اللي انا مريت فيه هناك. حتى ولو، هذا ما يعفيك انك الاخ الاكبر والمفروض انك انت ساكن في البيت، يعني لازم تعرف ويش اللي يصير فيه. انا متابع هيثم. خلي عندك هيثم. انت عارف زين ان اللي سويته مع هيثم ما من اهتمامك به كثر ما هو تحدي لي، لاني ترك له حريه الاختيار. واولاد طلال تشغلهم وقت فراغك وتشغلهم نفسك عن التفكير بسمع. المهم الحين تسمعني للاخر وتساعدني في موضوع اخوك. طلال يحس اني افضلك عليه واني عيل اسمعك اكثر من الكل. مسكين ما يعرف وش السبب. وانا باي يتخلص من النقص اللي هو حاسبه، لانه يحس انه اقل منك في كل شيء. والمطلوب
المطلوب ان مشروع ينجح، وانا مستعد امول هالمشروع بالكامل لو اضطريت من غير ما يعرف من ورا هالموضوع. وش قلت؟ بساعدك لانك بطلبك تخليني اتقرب من اخوي. تقول لي من ضرباك؟ ها؟ وايش هذا؟ ها؟ وايش هذا؟ لو انت من وين تجيب كل هالفلوس؟ من عرق يبيني. اي عرق يبين هذا؟ وانت يا انا اسمعنا يا راقد في البيت. ومن قال لك انه دوام في النهار؟ حبيبي انا لقيت لي شغله بس دوامها ليل، بتربح وايد. انزين شغلني معك. بس الشغله خطره. المهم تطلعني من الفقر اللي انا فيه. بس اقول لك خطره. انا قدها. عكيفك. بس ها، اذا بقيت بحرف ما تلوم اللي عمرك. وانت ما تبي تشتغل معنا؟ لا ابوي، انا خلوني بعيد عنكم. الحالة ميسورة الحمد لله. راقدة على وشك. زين انش اتصلتي؟ طلع خير؟ وش مستوي؟ سما لحظة، هذا طلال؟ سما بتصل بش بعدين. يلا سويت بحث عن كل افراد عائله الحله واكد لك ان هذا زوج المشرفه ليلى. لكن ايش جاي يسوي هنا؟ اكيد متفقين تشرد من الدوام ويطلعون مثل الحبيبه.
الميت حي يا ذياب، الميت حي ما مات وبتشوف. يعني ما اشوفك سويت شيء للحين. ما تشوفني يا لسه افكر؟ ما راح يفكر. تعرفوا ايش الفكره اللي جاتني الحين؟ ايش هي؟ ما بتصدقوا لو قلت لكم اياها. قول. اني ارقد. هذا للحين ما تحرك، ايش سالفته؟ والاستاذة كملت يومها بشكل عادي، يعني لو كانوا متفقين ينتظرها ما كان بتخليه ينتظر كل هالوقت. ليكون جاي غازل. اكيد جاي غازلني انا. لا حبيبتي، جاي غازلني. انت صدق اخوي. وش تسوين عند الدريشة؟ أستاذة، في واحد من الصباح موقف سيارته قدام السكن ويطالع علينا، يمكن جاي غازل واحدة من بنات السكن. أستاذة، إذا بتطلعين وخايفة علينا لأن السكن ما في مشرفة تطمني. يعني ما حلوة زوجك ينتظرك من الصبح للحين. سلام الغالي. ما في شيء يا موزة. أنا موزة، اضم عني؟ قلت لك ما في شيء، ما في شيء. قل لي يا ذياب، وأنا رايحك. ما أعرف حويش ضميت عنش السر الكبير. ما أشك إنش بتكوني ستر وغطاء. لكن ما بغيتش تشوفيني غير بالصورة اللي حبيتيني بها. ذياب، وين سرحت؟ الهم كبير يا موزة، الهم كبير. الله يبعد عنك الهم إن شاء الله. خالد، خل داخل وارتاح. خالد. أيوة ليلى، خير؟
شوي شوي، انا ما سامع شيء. انت تصيحي انا ما فاهمه شيء. ويش؟ قولي غير هالكلام. هدي هدي، اتصلي باخوه ولا بعمي. تعرفي وش معنى انه يراقبني؟ يعني طلال يشك فيي. ما بغيت حد يعرف غيرش. ما اعرف تصرفي، حاسه اني بختنق. كل الطالبات يعرفن انه ريلي، والعيال كلها ما تدري ايش يشوفن. خير يا بنتي، عزم عشرة، ايش فيك؟ باين عليك شايفة يا أثوم. ارقدي يا بنتي ارقدي، أنا هني ما رحت مكان. أنا قاعد أفرك أخوك بزيت الزيتون، مسكين سهران. ما مشيت تسهر مع خالي وربعته؟ أقول لك أخوك سهران وقاعد أفركه، ما ياني قلب أخليه. لكن إن شاء الله ليلة بانكر ما بفوتها السهرة. لكني خالي لكني كل يوم يقول لي تعال تعال تعال، بمشي إن شاء الله. ايوه سما. ويش؟ رقات من عيونك، شلها عن ظهرك وخلى علي. الحمل ثقيل يا موزة، ثقيل. وعلشانك أتحمل الهم. ما في شيء محدد يا موزة، ما في شيء محدد. يعني الشغل والأولاد وقيفك وسما بس. وهذا المخلنك ما رايم ترقد؟ والحساد، الحساد ما يخلوني في حالي ابدا. اللي شرواك يا ذياب لازم يكون له حساد. الله كبير،
كبير يا ذياب وبيرد كيدهم إن شاء الله. ما حد يريح لي قلبي غيرش يا موسى. سكن الطالبات في مشرفات وحراس، اطمن اذا خايف من اي شيء. يلا حرك سيارتك وامشي قدام. لعلمك ليلى تشوفك الحين، ما بس ليلى، حتى الطالبات اللي في السكن يشوفوك الحين ويعرفوا انها زوجتك. يعني تخيل مدى الاهانه والذل اللي سببتها حرمتك. يلا تحرك تحرك قدام. صارش له دلالة كبيرة عندي، حتى لو خليت عمرش نايم. المهم اني تأكدت انش تخافي على العائلة. وش اللي سويت البارحة؟ هذه ليلى، ليلى وش شفت عليها؟ عشان أعرف بس حوش كنت تراقبها؟ معنى سكوتك خطير؟ لا يروح فكرك بعيد، أنا بس طار عقلي يوم. إذا شيء خاص وليلى ما لها ذنب فيه لا تقولها. أكيد ما لها ذنب، لأن اللي لها ذنب أنا كسرته تكسير. من؟ اللي نساعده طول عمرنا، ضليت أتعاطف معه حتى بعد ما ودر الدكان وخسرني فيه المقاسج، وهذا هو معك الحين. طلع ما في خير، ناكر المعروف. فهد غلط عليها؟ زي فهمني وش استوى؟ معقولة؟ كان يراقبها؟ لا عاد حدش، ليلى ما عليها كلام، تلاقيه متضايق لأنها تقضي وقت طويل في السكن. ما علينا، قولي لي يا عم متى أشوفك؟
ويش اللي مستوي علينا؟ كنا حظ ربنا بعين طلال يسوي كذي. عاد هذا انا اقول احسن على اخوه يطلع ارده. هي ويش اللي مستوي على اولادك يا دياب؟ شيء بسيط كنت تقدر تتخلص منه من زمان، سبب مشكلة كبيرة بينك وبين طلال وبين طلال وحرمته. بس هذا بنت عمتي و... بنت عمتك حربت ريال، لازم تتوقع انه ما بيسكت اذا شاف اللي شافه. بصراحة طلال معذور، اكيد بيطير عقله. احمد ربك انه ما قتلك. كنت حاس انك مضروب، بس من عاد هذا اللي شلت يدينه ويضرب ود علي؟ ود الناقص، ود هذا الردي يضرب ودي. كيف برد؟